5/11/2013 أرستان. مرحبا يا عمو. أهلين. شلونكم؟ الحمد لله. شايفكم ماشيين هون بالدمار وبهالشارع المهجور، كل وين رايحين؟ شو عم تسوون؟ والله رايحين نجيب خبز، ما لقينا خبز، شفنا الشارع الدمار، نحن دارنا تحت وشفنا الدور الدمار. طيب احكوا لي ليش هالدمار هذا هيك؟ ولا الزباله هيك منتشره هون بالشوارع؟ كلهم من بالشارع الاسود، عصابات الاسود. طيب هاي الزباله ايش من برستان؟ لانه لا ضل عمال، كل العمال ما هذول. شو لا ضل عمال، لا ضل شيء، لا يعني ما في بلديه برستان؟ ما في بلديه خالص برستان. طيب احكوا لي يا عمو، شو الاوضاع المعيشيه؟ شلون الاكل الشرب بالرسه؟ يا زلمه شو قيمه المي؟ ما لنا عم نشبع، ما في مي كمان؟ ما في مي، الخبز خبز دور دور ال 20 يوم ليجينا ربطين. وسعره شلون؟ سعره 100 ليره 100 ليره 8 ترخفه 100 ليره. يا لطيف. طيب انتم بهالوضاع هاي بهالقساوه اللي عايشينها، شو عم تدبروا اموركم مشان الخبز؟ عم ندبر امورنا يعني من الله، هو الله اللي عم يدبرنا امورنا. لا اله الا الله.